الهواء للسبلت ضعيف. السلام عليكم متابعينا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله دوم بخير وصحه وسلامه. اليوم عندنا حل مشكله انه الدفع الفان ضعيف باجهزه التبريد السبالت. طبعا كل هاي السبالت انا ناشر مواصفاتها وتفاصيلها مع اسعارها بالقناه وتلقوها كامله، واذا كانت ايضا غسالات او ثلاجات او اي جهاز منزلي فتلقونه بالقناة. ولا تنسون دعمنا بلايك وشير حتى يوصل لك كل ما هو جديد بعالم الأجهزة الكهربائية. طبعا حل مشكلة دفع الهواء السبلت أو أجهزة التبريد جدا بسيط، وهي أيضا أسباب أنه احنا عدم اهتمام بالجهاز. أخواني طبعا هذا شرحنا أنه يشمل جميع السبالت. أول خطوة تنظيف الفلتر الداخلي للسبلت. مثل ما نلاحظ هذا لازم طبعا يتنظف الفلتر كل اسبوعين. الفقرة الثانية تنظيف الراديتر الداخلي لأجهزة التبريد. وهاي اذا عجبكم الفيديو طول لكم متابعة ودمتم بحفظ الله ورعايته.